السلام عليكم. في كتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي عند الدرس الثاني الجمع والطرح الأعداد من 0 إلى 999 صفحة 14 و 15. إذن الحصة الرابعة أستثمر. سؤال: أكتب الأرقام الناقصة في كل عملية جمع منجزة. أكتب الأرقام الناقصة في كل عملية جمع. عند هذه العملية الأولى نكتب الأرقام الناقصة: 6 زائد عدد تساوي 5. ما يمكنناش، لا يمكن 6 لأن 5 أصغر من 6. إذن 6 خصنا 15، 15 ماشي 6. إذن 6 زائد كم تساوي 15 زائد 9. أكتب 5 تساوي 15، أكتب 5 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 1 2 زائد 7 9. عدد زائد 3 تساوي 8. ممكن ديروا عملية بالعكس، 8 ناقص 3 نعيدوا من 3 غتبقى لنا 5. إذن 5 العدد هو 5، 5 زائد 3 تساوي 8. العملية الثانية: 7 زائد 8 تساوي 15. أكتب 5 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 0 1 زائد 7 8. أكتب 8. 5 زائد 3 تساوي 8. أكتب 8. العملية الثالثة: عدد زائد 5 تساوي 0. نفس الشيء كما قلنا سابقا، لا يمكن لأن 0 أصغر من 5. إذن هنا غتكون عندي 10. عدد زائد 5 تساوي 10، العدد هو 5. 5 زائد 5 تساوي 10. أكتب 0 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 3 4، 4 زائد 9 13. أكتب 3 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 6 7 زائد كم تساوي 9؟ إذن 7 زائد 2، أكتب 2. العملية الثالثة: 6 زائد عدد تساوي 0. نفس الشيء كما قلنا سابقا، لا يمكن لأن 0 أصغر من 6. إذن هنا 10 ماشي 0. 6 زائد عدد تساوي 10 زائد 4 تساوي 10. أكتب 0 أحتفظ بواحد، هو واحد أحتفظ به. 1 زائد 3 4 زائد 1 5. عدد زائد 6 تساوي 8. ممكن ديروا عملية العكس، 8 ناقص 6 2، إذن العدد هو 2. إذن 2 زائد 6 تساوي 8. العملية التالية أو الخامسة: 6 زائد عدد تساوي 4. نفس الشيء كما قلنا سابقا، هذه راه 14 ماشي 4، 4 أصغر من 6. 6 زائد عدد تساوي 14 زائد 8. أكتب 4 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 9 10 زائد 3 13.
أكتب 3 وأحتفظ بواحد. 1 + 1 2 + كم تساوي 7؟ إذن 7 - 2 العدد هو 5 + 5 إذن 2 + 5 تساوي 7. نلعب زائد نساوها. السؤال الثاني، أكتب الأرقام الناقصة في كل عملية طرح مجهزة. هذا مرة أكتب الأرقام الناقصة في عملية طرح ماشي الجمع. إذن العملية الأولى، عدد ناقص 2 تساوي 7. هنا ممكن نديرو العكس، 7 + 2 تساوي 9، إذن العدد هو 9. 9 - 2 تساوي 7. عدد ناقص 9 تساوي 8. ممكن نديرو العكس، 8 + 9 17. إذن عندنا هنا 7، وعندنا واحد الاحتفال، 17 - 9 = 8، وهذا الاحتفال أرده إلى مكانه إلى 3. إذن تصبح 4 - 4 = 0. العملية الثانية، عدد ناقص 8 تساوي 7. ممكن نقلبها، ديروا العكس، 7 + 8 = 15. إذن العدد هنا هو 5، الرقم هنا 5 وعندنا واحد احتفال. 15 - 8 تساوي 7، وأرد الاحتفال هذا، أرده إلى مكاني. كتولي عندي 8، هذه 8 ما بقاش 7. 2 - 7 لا يمكن، لأن هنا عندي الاحتفال. 12 - 8 العدد هو 4، وهذا الاحتفال أرده إلى مكانه. هنا عندي 3 - 1، 2 - كم تساوي 1؟ إذن ناقص 1، العدد هو 1. العملية الثالثة، 3 - 2 = 1، عدد ناقص 3 - 3، إذن نديرو العكس، 3 + 3 = 6، العدد هو 6، إذن 6 - 3 = 3. 5 - كم تساوي 4؟ العدد هو 1. العملية الأخيرة، 9 - عدد تساوي 2، العدد هو 7. عدد ناقص 7 تساوي 2، نديرو العكس، 2 + 7 = 9، إذن العدد هو 9، 9 - 7 تساوي 2، وعندي 9 - 7 = 2، أكتبه 2. دائما في الحصة الرابعة عند الاستثمار أنجز كل عملية طرح وأتحقق من نتيجة بإنتاج عملية الجمع المناسبة. نبدأ بالعملية الأولى، ندير فيها الطرح. عندي 573 - 239، أقول 3 - 9 لا يمكن، هنا أضيف 10 إلى 3، إذن 13 - 9 تساوي 4، 4
وأرد الاحتفاظ هذا إلى مكانه إلى ثلاثة، تولي عندي الأربعة. 7 ناقص 4 ثلاثة، 5 ناقص 2 ثلاثة. وأتحقق كيف أتحقق؟ خصني ندير 334، أتحقق 334 زائد 239، 239، وخصني نلقى هذا العدد هذا 573. إلى لقيت العملية صحيحة، إذن 4 زائد 9 تساوي 13. أكتب 3 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 3 4 زائد 3 7، 3 زائد 2 5، العدد هو 573. إذن كنلاحظو هنا هو هذا، إذن العملية صحيحة. نمشيو للعملية التالية، 732 ناقص 551، 2 ناقص 1 1، 3 ناقص 5 لا يمكن، أضيف 10 إلى 3، 13 ناقص 5 تساوي 8. أرد هذا الاحتفاظ إلى 5 تصبح 6، 7 ناقص 6 1. إذن أتحقق كيف؟ هنا أتحقق خصني نكتب هذا العدد 181 زائد 551، وخصني نلقى هذا العدد هذا 732. إذا لقيت هذا العدد معناه العملية صحيحة، 1 زائد 1 2، 8 زائد 5 13، أكتب 3 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 1 2 زائد 5 7، 7 زائد 2 تساوي 7، إذن العملية صحيحة، 732، وهنا عندي 732. السؤال الرابع، يتوفر حمو على 175 درهما، وتتوفر زينب على 225 درهما، أحسب وأحدد إن كان حمو وزينب يستطيعان شراء هاتف النقال كهدية لأمهما بثمن 350 درهم. إذن حمو عنده 175 درهم، وزينب عندها 225 درهم، بغاو يشريو هاتف نقال ثمنه 350 درهم، هل يمكن لهما شراء الهاتف؟ غنديرو العملية، 175 زائد 225، العملية غنديرو هنا، إذن 175 زائد 225، قلنا 5 زائد 5 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 7 8، زائد 2 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 1 2 زائد 2 4، إذن العدد هو 400. هل يمكن لهما شراء الهاتف؟ لا، لا يمكن لهما، لا يستطيعان شراء الهاتف النقال. لماذا؟
لأن لديهما فقط 350 درهم، و350 درهم هي أصغر من 400. 350 درهم أصغر من 400 اللي هو ثمن الهاتف. السؤال الخامس، أرادت مريم أن تشتري الكرة واللعبة، ما هو المبلغ اللازم لأداء ثمنهما؟ أحسب وألون بطاقة العدد المناسب. نلاحظ ثمن اللعبة 17 درهم، ثمن الكرة 125 درهم، إذن ما هو مجموعهما؟ نجمعوا 125 زائد 17، أكتب 7 اللي هو رقم الواحد تحت 5، 11 تحت 2، 5 زائد 7 12، أكتب 2 وأحتفظ بواحدة، 1 زائد 2 3 زائد 1 4، أكتب 4، 1 زائد 0 تساوي 1، إذن العدد هو 142، ولون 142 درهم. إذن دائما في الحصة الخامسة أستعمل المستقيم العددي والأقراص وأحسب. المستقيم العددي والأقراص وأحسب، هذا هو المستقيم العددي عندنا. 13 ناقص 8، نستعمل هذا المستقيم، 13 هي 8، إذن 13 نقص منها 8 شحال كتبقى لنا؟ 1 2 3 4 5، نكتب العدد 5. 13 ناقص 9، 13 دائما هي نقص منها 9، 9، إذن شحال كتبقى لنا؟ 1 2 3 4، نكتب 4. 14 ناقص 9، 14 هي نقص منها 9، هتبقى 1 2 3 4 5، إذن نكتب 5. 14 ناقص 8، 14 نقص منها 8، 8 هي هتبقى لنا 1 2 3 4 5 6، إذن 14 ناقص 7، 14 هي ناقص 7، إذن غتبقى لنا نحسب 7. 15 ناقص 7، 15 هي نقص منها 7، اللي غيبقى 1 2 3 4 5 6 7 8، إذن كنكتبو 8. 16 هي 16 ناقص 8، 8 تبقى لنا، إذن نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8، نكتب 8. 17 ناقص 9، إذن 17 ناقص 9، 9 هتبقى لنا 1 2 3 4 5 6 7 8، نكتب 8، 18 ناقص 9 غتبقى لنا 9، و 14 ناقص 9 تبقى 5. نمر الآن إلى هذه الرسوم، الآن نستعمل هذه التمثيلات. 16 ناقص 9، ولاحظنا أنه عندنا هنا
عشرة، وهنا 10 هي 20، اللي ملونين عندنا بالأصفار هما 16، إذا حسبناهم 16 النقص منهم 9، نحسبو 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 اللي غيبقى 9، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 إذا نكتب العدد 7. مشاو عاوتاني 16 - 7 دائما عندنا 16 قرص، هذه الأقراص ملونة بالأصفر قلت هي 16، نقسم منها 7، نحسبو 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 إذا شحال غتبقى لنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 نكتب 9. سبعة عشر ناقص 9، عندي هنا الأقراص قلنا بهذا الشكل الآخر، هنا 10 وهنا 10 هي 20، اللي ملونة بالأصفر هي 17، إذا نحيدو منها 9، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 9 أقراص كتبقى لنا شحال؟ لحسبناهم هنا عندنا هنا 1 وهنا 5 هي 6 و2 8، إذن 8 أقراص. 17 ناقص 8، دائما عندي 17 نقسمنا 8، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 إذن عدد الأقراص متبقية 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 نكتب 9. التمرين الثاني، أنجز كل عملية طرح وأتحقق من نتيجة بإنجاز عملية الجمع المناسبة. ننجز عملية طرح ثم نتحقق من نتيجة. عندي 500 جيفكتو لوبيراسيون، معنى أنجز العملية، l'opération de soustraction, عملية الطرح، et je vérifie le résultat من النتيجة en effectuant بإنجاز l'opération de عملية الجمع المناسبة. العملية الأولى عندي 573 ناقص 239، ننجز هذه العملية، 3 ناقص 9 لا يمكن، نضيف 10، 13 ناقص 9 تساوي 4، نرد باحتفاظنا مكاني، إذن تصبح هنا نرد باحتفاظ إلى 3 تصبح 4، 7 ناقص 4 تساوي 3، 5 ناقص 2 3، نتحقق من النتيجة خصنا هذا العدد اللي حصلنا عليه زائد هذا العدد 239، خصنا نلقاو 573، إلى لقينا هذا العدد العملية صحيحة، إذن نكتبو 334 زائد 200 زائد 239،
إذن نقول 4 + 9 تساوي 13. أكتب 3 وأحتفظ بواحد. 1 + 3 = 4. 3 + 7. 3 + 2 تساوي 5. إذن العملية صحيحة. العملية التالية 732 - 551. 2 - 1 تساوي 1. 3 - 5 لا يمكن أضيفه 10. 13 - 5 تساوي 8. 8 أرد احتفاظ إلى 5 تصبح 6. 7 - 6 1. أتحقق. إذن 181 + 551 أخسر هذا العدد 732. 1 + 1 = 2. 8 + 5 = 13. أكتب 3 أحتفظ بواحد. 1 + 1 = 2 + 5 = 7. إذن العملية صحيحة. بقيت 732. تمرين ثالث. Un train est parti de la gare de Marrakech vers Fès avec 354 passagers et passagères. Un train واحد est parti. Un train de la gare de Marrakech من محطة مراكش vers Fès. Il a مدينة Fès avec 354 passagers et passagères. يحمل 354 مسافر ومسافرة. À la gare de Stade, 97 sont descendus et aucun passager n'est monté dans le train. في محطة قطار ستات 97 راكب نزلوا من القطار ولم يصعد إلى القطار et aucun passager لم يصعد. أي مسافر n'est monté dans le train. لم يصعد إلى القطار أي مسافر. Combien reste-t-il de passagers? إذن كم من مسافر بقي dans le train في القطار؟ ننجز العملية. إذن العملية التالية 354 + 7. إذن نجد العملية 4 - 7 لا يمكن. أضيف 10. 14 - 7 تساوي 7. أرد احتفاظ إلى مكانه 5. إذن تصبح 10. 5 - 10 لا يمكن. أضيف 10 أو أستلف 10 من أو من المئات. 1 هي 115. 10 تساوي 5. وأرد احتفاظ إلى مكاني أيضا تساوي 5. 3 - 1 لأن هذا احتفاظ. رديت إلى مكاني 3 - 1 = 2. إذن بقي في القطار 257 مسافر. أتذكر التمرين الخامس. أنجز عملية الجمع. إذن أنجز عملية الجمع لإيجاد المجموع
J'effectue une addition pour trouver une somme. عندي مثلا 367 زائد 258 تساوي نجد عملية على الشكل التالي 7 زائد 8 15 أكتب 5 وأحتفظ بواحد لاحظ واحد إلى كتبته 1 زائد 6 7 زائد 5 12 أكتب 2 وأحتفظ بواحد لاحظ هاد واحد 1 زائد 3 4 زائد 2 6 أنجز عملية طرح لإيجاد الفرق J'effectue une soustraction à Mietra pour trouver l'IGED une différence. L'AHED, عندي العملية الثانية 625 ناقص 367. L'AHED, 5 ناقص 7 لا يمكن. استلفت 10 من العشرات ولات عندي هنا 15 ماشي 5 15 ناقص 7 تساوي 8 هاد الواحد الذي استلفته هنا الخمسة أخذته من العشرات من 12 إذن بقات ما بقاتش 12 ولات غائب بقات 11 إذا 11 ناقص 6 تساوي 5 هاد 11 هنا خديتها من المئات إذا العملية التالية 5 كتبقى لنا 500 5 ناقص 3 تساوي 2 إذا عندنا هاد العملية نجدها على الشكل التالي العملية هي هادي كتب 625 ناقص 367 ونضع الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات 6 تحت 2 المئة تحت المئة أقول 5 ناقص 7 لا يمكن إذن نستلف 10 15 ناقص 7 الباقي 8 أرد هذا السلف إلى مكانه كتولي عندي 7 2 ناقص 7 لا يمكن إذن السلف أيضا 1 هي 100 من المئات من هنا إذن كتعطيوها لهذه كتولي هي 10 واحدة إلى 2 هي 12 12 ناقص 7 تساوي 5 أرد سلف إلى 3 هنا كتولي 4 6 ناقص 4 2 والعملية هي هذه